بعد الميت. فطبعا احنا في الصعيد هنرد على جزء الميت. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لموضوع الميزانيات واعتمادها، المفروض ان المحاسب القانوني او مراجع حسابات اللي هو جراء حسابات النادي هنا بعد ما بينتهي من عمل الميزانية ومراجعتها، بتعرض الميزانية على جمعية عمومية في اجتماع عادي، لان الاجتماع ده فيه اجتماع عادي واجتماع غير عادي، جمعية عمومية عادية وجمعية عمومية غير عادية. فالميزانية تعرض في الجمعية العمومية العادية استفتى اللي هي كل ذلك القانون القديم، وسواء الميزانية فيها خسارة او فيها فائض، لان الميزانية في النادي هنا ما فيهاش ربح وخسارة. الميزانية بتاعت النادي هنا فيه مقبوضات ومدفوعات، الفرق بينهم ده اسمه فائض. الفائض ده سواء في فلوس في البنك اتحولت او في خسارة وبتدفع من الودائع اللي في البنوك، بيتم عرضها على الجمعية العمومية، والجمعية العمومية بتقر بالموافقة او الرفض. لو الجمعية العمومية قررت بالموافقة موضوع الميزانية انتهى، لو اقرت بالرفض ورفضت الميزانية بتعرض على الجهة الإدارية وهي اللي بتدفع في الميزانية. ده اللي بيحصل في الجامعات العادية في الميزانية. اشكركم. كابتن عامر صوت اللي انت عملت ايه بسيط ان شاء الله. قول له احنا لازم نوقف الثقافه دي. الناس كلها هو ترجمه كل ما بيحصل الانتخابات هنا بنشوف قوانين بتيجي كلها، وفي ناس محترمه جدا بتبقى موجوده زي الناس المحترمه اللي موجوده المره دي، 57 مرشح، 5 رابطه، في ناس امامي في الصندوق، وفي ناس بعد كده تحت في العضويه وتحت السجن. المفروض ان الناس دي كلها داخله تخدم المكان. انا بعد اذن قيمه التسجيل انا بقترح اقتراح ان من 57 12 بس اللي هيدعوا هم دول اللي هيدعوا، يا ريت الباقي من 57 يبقى متواجد في مجلس اداره صغير، او ان هو أي هو اللي يطلع أو هو اللي يحضر يبقى موجود ويطلع القرارات أو يبقى في استشارة للمجلس اللي هيتعين إن شاء الله عن طريق أعضاء مجلس إدارة النادي إن شاء الله. وده طلب يعني يا ريت يبقى موجود، كلنا نشارك كلنا نبقى موجودين، وإن شاء الله نقدم لكم حاجة كويسة سواء طلعنا أو سواء ما طلعناش. وحتى لو ما طلعناش إحنا الحمد لله المجموعة بتاعتنا كلها بتخدم النادي في جميع المجالات ان شاء الله. شكرا. هو وراء المراجع كان بيقول التعليق فتسمعوه وبعدين هنراجع مع بعض ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي عمرو، انا كنت عايز اقول حاجه بس. هو النادي فيه امكانيات كتير ان هو تقدر تغير يلعب دوري ممتاز، المفروض يعمل استاد وفنادق، هو عنده الامكانيه دي والقدره دي، بس هو اللي هو اللي هو مش عايز يعمل كده. مزارع من تعالى هم مغير. طب ليه يا عم؟ 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 طب ليه يا